حاضر ملي فوق لا القلعه مدونه كاين غير سواساف وكاينه لوكيلي غير في القلعه مدونه صراحه استسمي ادغ لامي صغوز نغد يعني تيليت نجدي نسبز 2014 مسراوتيني المعايير اللي يعني ساندنا الاخوان في يعني قد دورت خاتين الموسم الورود انه ادلتين يكون فتاة ايغان ماشي بالضرورة دائما تقصر في فتاة ايغان قروية ورتغري يعني بالضرورة انه يعني انا زر يتسمانا بير اخرى او دلست المستويات اخرى مثلا طالبة جامعيات لما لا انا زر ينوس دكتورات استاذات ملكة الجمال يعني الحاجة يضنا المعيار ماشي المعيار الجمالي الشكلي بدرجة اولى ولكن ناس معايير اخرى بما هي يعني ثقافية وثقة في النفس ويعني اي تغسيل اي المدونة ايش تصنصك مزيارج بانك بغي ملكة الجمال بصراحة وتوقع غادي ادقى ملكة الجمال ممكن لي غير حد صافي ممتكن ملكة الجمال من بعد بصراحة رغت ملكة الجمال ماشي انه هو ضغوريتي لي الشهرة نقتدوا ادقى يعني التمية صغيرين من الدنيا اثنين ولكن رغت ادقى الصورة قلعة مدقونة بالضبط الناشطة الجمعوية قلعة مدقونة حيتاش ممكن ندير ناشطة جمعوية اللي تعجب تصوري غي تسمسموني ارتمنى غير في غياب الصورة تربتي نياضنين اما تربتي نياضنين ان شاء الله المجال الجمعوي لم يتغز ان شاء الله تهمير السلام عليكم نعيمة أردان تختار غيت نسنا دورة 52 من في مهرجان الورود كوصفة ثانية لملكة الورود فرحة بزاف مشكورة تمتلغ يتمتلغ المنطقة هذه أتمنى غادي لي حسن الظن نويد باي يختار الحمد لله بالنسبة للمعايير والاختيار بالنسبة للمراحل الاختيار تمنت في أحسن الظروف يعني حنان اتشلح هي المنطقه بومندت 25 ما بين قلعه مبنى 25 كيلومتر شركت في موسم الورد لانني باغي نوري لبنات المنطقه ديالنا بانهم عطاو فرصه حتى هما يشاركوا هذه اول مشاركه لي وانا جد فرحانه بان الوصفه الثالثه لملكة جمال الورود وكنتمنى صراحه لهاد الاستعراض وملكة جمال الورود الوصفه ديالها انه من التنميه المحليه ديال المنطقه سواء من المنتجات ديالها سواء من الناس اللي خدامين سواء من كل شيء يعني من منطقة اللي حاولت القاعدي غير الوصفة لنا شكون لنا تربات كل شيء حلال كل شيء لنا تغوصنا المستوى يعني وقاعدي غير الوصفة تسكرات مي فرحة بزاف طيب.